بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي موقع مينا صوت للبرمجة في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس الثالث الخاص بعملية النمذجة في برنامج الباور ام سي. كنا في الحلقة الماضية أو في الدرس السابق توقفنا عندما حفظنا العمل الذي عملناه في هذا المجلد. سنفتح فضاء العمل الذي قمنا بحفظه على البرنامج مباشرة. ننتظر فتح البرنامج ثم نذهب إلى هنا ونضغط ضغطتين فيفتح لنا العمل الذي حفظناه في المرة الماضية. لقد رأينا في المرة الماضية كيف أنشأنا الجداول، ثم أنشأنا العلاقات بين الجداول، وتركنا الكارديناليتي تركناها فارغة إلى هذا الدرس. سنرى كيف نقوم بملء هذه الكارديناليتي والتي لم أجد لها اسم باللغة العربية سوى أنها عدد مرات تبادل المعلومات بين الجداول. المهم كما رأينا الجداول، قلنا كل جدول يحتوي على حقول، وهذا الجدول لديه مفتاح رئيسي يعرف به أو نميز به هذا الجدول في مجلد المعطيات الذي يكون لدينا بعد إنشاء الـ MLD والـ MPD النموذجين الآخرين، واللذان سنعملهما على هذا البرنامج. سنحرج كتذكير لبعض المعطيات الخاصة بطريقة ماريز. قلنا في الـ MCD لدينا الكارديناليتي، لدينا العلاقات، ولدينا الجداول، وقلنا أن العلاقات بين الجداول هي كعلاقات الأب بالابن، بمعنى أن قواعد التسيير أو ما يعرف بلي ريغ دو جيسيون، وعدد تكرارها سنأخذ كمثال عن ذلك علاقة الأب بالابن، حيث نقول أن لكل ابن أب واحد وواحد فقط، أما الأب فلديه ابن أو لا يوجد لديه أبناء أو لديه ابن واحد أو أكثر من ذلك. كما نلاحظ هنا لدينا أربعة جداول. قلنا جدول الزبون، وجدول الطلب، وجدول السلعة، وجدول الفئة. العلاقة بين جدول الزبون وجدول الطلب هي علاقة ما تعرف بالطلبية أو pass command. pass command. هذه العلاقة الأولى. ثم لدينا العلاقة الثانية بين command و product، أي بين الطلبية والسلعة، ما يعرف ب تنتمي أو concern هكذا. ثم لدينا العلاقة بين السلعة والفئة، هي علاقة انتماء أو كما نقول appartient هكذا نقول appartient. ثم نعود الآن لكي نرى عدد تكرار المعلومات بين الزبون والطلبية. فنقول أن الزبون إما يضع طلبية أو لا يضع طلب تماما، أو يضع عدة طلبيات، وعليه نضرب عند أن نضغط هنا تخرج لنا عدد الحالات الموجود عليها الكاردينالي، وهي أربعة، إما 0 1، إما 0 آن، إما 1 1، وإما 1 آن. يعني أن القيمة الصغرى أو مينيموم هي 0 والقيمة العظمى هي 1، أو القيمة الصغرى هي 0 والقيمة العظمى هي نون وعدد لا منتهي، والقيمة الصغرى هي 1 والقيمة العظمى هي 1، والقيمة الصغرى هي 1 والقيمة العظمى هي نون.
هنا نضعها القيمة الصغرى هي صفر، والقيمة العظمى هي نون، أي أن الزبون يمكن له أن لا يقوم بأي طلب أو يقوم بعدة طلبات. ثم لدينا فيما يخص الطلب، هناك طلب واحد وواحد فقط لكل زبون، يعني كل طلب لديه زبون، أي كل طلب لديه زبون. هنا نضع واحد واحد، هذه علاقة بين الطلب والزبون، ونقول لها أو نعرفها على أساس أنها يقوم بالطلب، يقوم بالطلب، بين العلاقة بين الجدول زبون والجدول طلب هي يقوم بالطلب. ثم لدينا العلاقة بين طلب وسلعة، هي انتماء أو تخص، أو تخص كونسيرن، يعني تخص هذه الطلبية، تخص سلعة معينة. إذا نقول هنا واحد آن، يعني الطلبية على الأقل تكون خاصة بسلعة أو عدة سلع، وهنا السلعة تكون إما لن تصلها طلبية تماما، أو تصلها عدة طلبات، وبالتالي تكون كارديناليتي هنا واحد نون إلى صفر نون. ثم لدينا الجدولين سلعة وفئة، السلعة والفئة هنا تكون كالتالي، الكاتيجوري هنا واحد واحد، وهنا صفر نون، أي والعلاقة بينهما هي علاقة أبارتيان كما نلاحظ، انتماء، هي علاقة انتماء، يعني أن السلعة، عفوا هنا نضع واحد نون، السلعة يكون لديها انتماء إلى على الأقل فئة أو عدة فئات، أو عفوا السلعة تكون تنتمي إلى، أو الفئة تحتوي على سلعة أو عدة سلع، أما السلعة فيكون لها فئة واحدة وواحدة فقط. هذا هو الربط العلاقات بين الجداول كما نلاحظ، وما يعرف بالكاردناليتي. هنا سنطبق مثلا مثال الأب والابن، هنا مثلا، هنا الأب والابن مثلا، نضع هذا الأب إما لا يوجد لديه أطفال أو له عدة أطفال، وهنا كل طفل له أب واحد وواحد فقط. هنا نطبق هذا المثال الخاص بقواعد التسيير، أو ما يعرف ب لي راجل دو جيستيون. هذا هذا كل ما لدينا في درس اليوم، سنرى في الدرس المقبل كيفية إنشاء موديل لوجيك دي دوني، أو ما يعرف بالأمل دي. تقبلوا منا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.